الدورة 16 لمهرجان القاهرة الجاز السنة دي الجديد فيها يمكن مشاركات لبعض الدول اللي ما شاركتش قبل كده أو مشاركات يعني من فترة طويلة. طبعا الجاز، موسيقى الجاز هي بالفعل جسر، لأن هي ربطت ثقافات شعوب كتير جدا ببعضها. يعني هو دي رؤيتي للجاز. طبعا مشاركات مصرية السنة دي مميزة، ويعني احنا بنفتخر دايما بيها. العرض الافتتاحي يعني النهارده نوها فكري، وعرض ختام مسار اجباري وهاني شنوده والمصريين وفرق مصريه مشاريع اندرو ميلاد ومينا نشأت وشادي قصير، كلهم فنانين مصريين ليهم انتاج محترم جدا، وبنفخر ان هم بيشاركوا في المهرجان. يساند الاتحاد الأوروبي مصر بطرق مختلفة، ونحن نتعاون أساسا في كل مجالات الحياة، والموسيقى هي واحدة من أهم المجالات حسب رأيي. ومن خلال البرنامج سترون تعاونا بين الموسيقيين الأوروبيين والمصريين، وهذا يعتبر من أهم الطرق التي تساهم في العمل معا. أنا بعتز جدا بالمهرجان ده، لأنه فرصة لالتقاء الموسيقيين من هنا اللي مهتمين بالنوع ده، واللي هم كمان اشتغلوا شوية على تطوير المزيكا المصرية، بس فيها شوية اتجاه ناحية الجاز أو المودرن ميوزك، وبرضو للجمهور نفسه المصري إن يشوف تنويعة كبيرة من المزيكا، جزء من هنا من عندنا وجزء تاني من برا، لأن الفرصة دي ما بتجيش كتير. وأنا بصراحة كنت يعني بعتز بالمهرجان ده جدا لعدة أسباب. إن الناس اللي بيحضروه وبيقدموا فيه موسيقى بيبقوا مهتمين قوي بالموسيقى كفن يعني. في نفس الوقت إن أنا السنة اللي فاتت كانت تجربة جديدة ليا، لأن دي كانت يمكن تاني حفلة لفرقتي الخاصة اللي هي حافظ وبستان، بستان مجدي اللي هي زوجتي وأنا أحمد حافظ، عملنا فرقة سميناها حافظ وبستان. فانبسطت قوي إن عمرو صلاح مؤسس المهرجان عجبه اللي احنا بنقدمه، وشاف ان هو ممكن يتقدم للناس اللي هم بيبقوا مركزين في الموسيقى قوي او محبين ليها بشكل كبير قوي.